جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال لعلي رضي الله عنه: اكتب هذا ما قاضى به محمد رسول الله، فقال سهيل: قف، لو كنت رسول الله ما حاربناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحها. فقال: لا. وهو لم يتوانى رضي الله عنه في تنفيذ الأمر، لكنه علم بقرينة الحال أن هذا ليس على سبيل الإلزام.